ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد مع مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكما أدا وهبة. والآن مشاهدينا، جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتماد مصلحة الضرائب المصرية ببعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وأوضح المركز في بيان أن شركة اي تاكس فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية وتوفير خدمات الدعم الفني. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وحكومة سانت هيلينا عن تفعيل الخدمة على الكبل البحري إكويانو بغرب أفريقيا، وهو أول كبل بحري يربط جزيرة سانت هيلينا بالعالم، ما يمثل نقلة نوعية في جهود تعزيز النمو الاقتصادي للجزيرة. ويبلغ طول وصلة الكبل البحري التي تربط سانت هيلينا بنظام المصري للاتصالات عبر إكويانو 1140 كيلومتراً، ويمتد الكبل على طول الساحل الغربي لقارة أفريقيا ليربط بين جزيرة سانت هيلينا وكل من البرتغال وجنوب أفريقيا. كما استطاعت شركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع حكومة سانت هيلينا أن تقدم خاصية شبكة الدوائر الديناميكية والتي تضمن توفير ساعات ثابتة لشركاء حكومة سانت هيلينا. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لشركة توريشيما اليابانية لإنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة اللازمة لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه. يستهدف التعاون في هذا المجال بين الطرفين أن تستثمر شركة توريشيما بما يصل إلى 5 ملايين دولار لإنشاء أحدث مركز خدمة للمضخات العملاقة وتوطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلية. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لمزيد من رفع أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي، فحين أبقت قلة المعروض وأمال بخصوص تحفيزات صينية خام برنت عند 80 دولارا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 80.66 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 0.5% إلى 76.70 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.89% لتصل إلى 2.79 دولار للتر. وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.26% لتسجل 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح، وهو ما أثار القلق بين المستثمرين. وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية بنسبة 1.1% مسجلا أدنى مستوياته في نحو أسبوع. كما انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبية بنسبة 0.2%. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم هبة وأدا. أشكرك ميرنا.